أهلا بكم. صباح الخير يا فندم. أبدأ معك من هذه الخطوة. مسؤول أمريكي يؤكد لرويترز نية الرئيس بايدن تزويد الجانب الأوكراني بأسلحة متطورة وصواريخ هيمارس الأمريكي. كيف تصف هذه الخطوة بعد تصريحات الرئيس بايدن ونفيه تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها العمق الروسي؟ الحقيقه يعني التصريحات دي ليها دلالات مهمه جدا على المستوى السياسي، وده اللي انا يعني حابب اتكلم فيه، ان الولايات المتحده الامريكيه ملتزمه بدعم اوكرانيا لكن لا تريد التورط بشكل مباشر في الصراع. يعني تصريحات بامداد اوكرانيا باسلحه متطوره، لكن مع تاكيد الرئيس بايدن على عدم ارسال صواريخ تصل الى روسيا، ده بيوضح لنا بوضوح ان الموقف السياسي الامريكي وموقف الاداره الامريكيه هو يعني رافض للتدخل المباشر في الصراع مع روسيا، لكن مصمم على استمرار الدعم العسكري واللوجستي لاوكرانيا باسلحه متطوره واسلحه نوعيه. وخلينا اقول لحضرتك ان تصريحات الرئيس بايدن دي في الولايات المتحده الامريكيه، على سبيل المثال السيناتور ليندزي جراهام وهو من الحزب الجمهوري، طبعا بايدن من الحزب الديمقراطي، اتهم بايدن بالخيانه بسبب تصريحه بعدم امداد اوكرانيا بصواريخ تستطيع الوصول الى روسيا. فهناك داخل دهاليز السياسه الامريكيه غضب من الحزب الجمهوري من اصرار بايدن على عدم التورط بشكل مباشر في هذا الصراع. ده بس حبيت اوضح هذه النقطه.